على الاحتجاجات العراقية، حيث دعت منظمة العفو الدولية اليوم دعت السلطات العراقية للكف الفوري عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وقالت إنها تراقب التطورات الميدانية عن كثب. هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد اليوم على الاستجابة لمطالب المحتجين التي وصفها بالمشروعة، فيما لفت إلى أن الأوضاع تعود تدريجيا إلى طبيعتها. ويذكر أن تقارير أكدت مقتل أكثر من 100 عراقي جراء موجة الاحتجاجات ضد الحكومة بعد أن تم التعامل معها بعنف. المزيد في تقرير الزميل عدنان حميدان. بقدرة قادر تبدلت الرواية الرسمية من قناصة مجهولين يقفون وراء قتل المحتجين في البلاد إلى إحالة ضباط إلى التحقيق بتهمة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية التي تواصلت في العراق منذ نحو أسبوع. وقد أقرت خلية الإعلام الأمنية التابعة للدفاع في بيان لها باستخدامها القوة المفرطة في مواجهتهم. وزارة الداخلية العراقية أعلنت مقتل 104 أشخاص بينهم 8 رجال أمن وإصابة أكثر من 6000 آخرين بجروح خلال أيام الاحتجاجات. الحكومة العراقية أعلنت عن الحزمة الأولى من إجراءات التهدئة لامتصاص غضب الجماهير. فجأة مرة واحدة فتحت باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، وأقرت بناء 100,000 وحدة سكنية موزعة على المحافظات الأخرى، ومنحت الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا في مشاريعها، ومنحت 150,000 من العاطلين عن العمل ممن لا يملكون القدرة عليه منحة شهرية قدرها 147 دولارا شهريا لمدة 3 أشهر فقط. واعتبرت الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشملتهم بالقوانين النافذة ومنحت عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك. وتعهد المجلس كذلك بأن تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين وكذلك القوات الأمنية، وتوفر كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب الأمر ذلك، إضافة لإجراءات أخرى عديدة. وسط تشكيك بجدية تطبيق هذه القرارات من جهة وتساؤل عن تأخر إقرارها من جهة أخرى، وفي النهاية حديث أكثر عن عدم قدرتها على تهدئة الشارع الغاضب في نهاية الأمر. معي عبر الهاتف الكاتب والإعلامي العراقي أحمد فاضل من بغداد. أحمد، كيف تبدو المواقف العراقية وخاصة مواقف النشطاء، مواقف الناس على الأرض من ما أصدرته الحكومة العراقية وأطلقته من وعود استجابة لما تقول بأنها مطالب المتظاهرين؟ طيب، سنحاول الاتصال بأحمد، يبدو أننا فقدناه فجأة. السؤال أحيل لك يا أستاذ مصطفى، يعني هذه السلسلة الطويلة من الوعود، 150,000 شقة، 150,000 قطعة أرضية في البصرة، 150 تقريبا 154 دولار ل 150,000، قائمة طويلة من الوعود، برأيك هل فعلا تلامس المطالب الحقيقية للمتظاهرين؟ باختصار شديد طبعا لا، لأن المطالب الحقيقية لها بعد آخر بالتأكيد، ولكن الهدف من وراء هذه الإجراءات هو بالتأكيد الامتصاص الفوري للنقمة الموجودة بالشارع. قد تنجح لفترة قليلة هذه الإجراءات، ولكن في النهاية المشاكل ستبقى قائمة على حالها، لأنه يجب أن لا ننسى أن الشعار الرئيسي لهذا التحرك الشعبي هو موضوع الفساد رقم واحد، ورقم ثاني هو الوجود الإيراني أيضا. طيب، بالنسبة للفساد، لماذا لا يستطيع عادل عبد المهدي، إذا كان كذلك، إذا كانت هذه وجهة نظرك،
مواجهة ومحاربة الفساد؟ لأن الحكومة العراقية سلطتها ليست أقوى وأكبر من سلطة قوى الميليشيات والقوى الأخرى الموجودة في البلد، وخاصة إذا صح التعبير الدكاكين إذا شئت المنتشرة في. ولماذا تفترض بأنها هي فاسدة؟ يعني هذه القوى السياسية أنا لا أفترض تحمل الحكومة أو تدعمها. لا أفترض أنها فاسدة، الذي يقول ذلك هو الشارع العراقي. المظاهرات المنتشرة في جل المدن العراقية العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى المنصورية البصرة إلى آخره، وهي مدن رئيسية بالمناسبة ليست ذات لون طائفي أو عرقي واحد. هناك هبة الفقر إذا شئت، هبة الجوع، هناك حرمان شديد. أنت تتحدث عن دولة غنية من بين أغنى دول العالم المصدرة للنفط. طيب، والتساؤل، إذا كان لدى الحكومة العراقية هذه الميزانية لشراء 150 ألف قطعة أرضية ومثلها من السكن وإلى آخره، لماذا لم تدفعهم مسبقا؟ لماذا تنتظر عشرات العراقيين حتى يقتلوا برصاص الأمن لتنفذ هذه الوعود؟ هذه هي المحك الرئيسي الآن لنظام الحكم، وليس فقط لرئاسة الحكومة أو مجلس الوزراء. هناك نظام أقيم في العراق بعد سقوط النظام السابق والتدخل الأمريكي والتدخل الدولي إلى آخره، والآن طبعا الانسحاب الأمريكي تقريبا، لا يزال هناك وجود أمريكي وإحلال الوجود الإيراني مكانه. هناك أزمة حكم حقيقية. من هي المرجعية في النهاية؟ هل هو مجلس النواب؟ إذا كان ذلك، لماذا لا تستمع الحكومة إلى مجلس النواب وتشريعاته؟ هل هي رئاسة الحكومة؟ لماذا لا تحاكم أو تعاقب الحكومة على الإجراءات التي تقوم بها؟ الموقف الإيراني، الإعلام الإيراني لا يخفي بأن وجهة النظر الإيرانية على الأقل في الإعلام الإيراني أو الإعلام المقرب من خامنئي يصف ما يجري بأنها مؤامرة أمريكية سعودية، والبعض ذهب أيضا لأنها مؤامرة أمريكية سعودية إسرائيلية. ليس غريب هذا الأمر. تلجأ الإعلام الإيراني الموجه أساسا دائما إلى هذه المسائل في حال وقوع أي مشكلة. الآن نتحدث عن العراق، ولكن أيضا هناك مشاكل أخرى وتدخل إيراني في مناطق أخرى في المنطقة العربية، في الخليج، في لبنان، في سوريا إلى آخره. دائما اللوم يوجه إلى أصابع خارجية، وكأن إيران إما أصابعها ملائكية أو تخترع دائما قوى أخرى للتدخل في هذه الدول. إذا استطاعت الحكومة العراقية أن تضبط الشارع العراقي من خلال هذه الإجراءات، وكما قال عادل عبد المهدي الأمور تتجه نحو التهدئة، فهل نحن أمام انتهاء هذه الهبة، أم أنه كما يقول المثل النار تحت الرماد؟ النار ستبقى النار تحت الرماد. كما قلت سابقا، قد يتم علاج فوري لحدث آني، قد تهدأ الأمور لفترة من الوقت، ولكن النار ستشتعل ثانية، لأن العلاج الجذري يتطلب إجراءات جذرية في البلاد. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي مصطفى كركوتي.